السلام عليكم متابعينا الكرام متابعينا الكلمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في عتم الصحة والعافية. متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم مجددا بواحد العروض اللي غتكون إن شاء الله جهوية ديال بيم، اللي غتكون إن شاء الله يوم الجمعة 26 فبراير 2021. هاد العروض هذه غتكون في عدة مدن وعدة مناطق، فبقاو معنا حتى الأخر إن شاء الله باش تكتشفوا المناطق والمدن اللي غيكونوا فيها هاد العروض هذه. واللي ما قدرش يكمل معنا الفيديو يدخل صندوق الوصف، هيلقى المدن والمناطق اللي كاينين فيهم هذا العرض. قبل ما نبداو كنبغي نشكر جميع المتابعين اللي ديما كيتابعونا وديما كيديروا لنا اعجاب الفيديوهات، وايضا كنشكر اللي ديما كيشاركونا التجارب ديالهم، كنشكرهم بزاف. واللي اول مره يزورنا في القناه يشتركوا ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله. وراه كاين هذا العرض هذا، وراه كاين عرض اخر ان شاء الله غيكون في فيديو اخر ان شاء الله هذه الليله هذه، فبقاو معنا ان شاء الله باش تكتشفوا جميع العروض. ونبداو على بركه الله. بسم الله، كاين اول منتج معنا هذا الحامل والحافظ للسوائل، هذا الترموس هذا من الايموكس 304، يعني هذا راه ما كيسديش. من الايموكس 304 يعني نورمالمون هذا راه ما كيسديوش. بالنسبه لهذا الترموس هذا راه كيهز نصف لتر نصف سيترو، وراه فيه عده الوان وعده تصميمات، يعني مبينين على تصميم واحد كما كتشوفوا معنا. بالنسبه لهذا راه من الشركه ديال التاتش، التاتش راه معروفه، والثمن ديالو راه داير 900 درهم. كاين ايضا معنا واحد الصفايا بواحد ديزاين غريب وزوين في نفس الوقت كما كتشوفوا معنا، هذه راه ممكن تربطوها مع المقلات بهذا الكابلي هذا، وعندها واحد بحال المساك او بحال المقابض كما كتشوفوا معنا، راه ممكن تصفيو اي حاجه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معنا، ولا ما تصفيو حتى الزيت كنظن. هذه راه من السيليكون وكتجي بهذا اللون هذا. بالنسبه للثمن ديالها راه دايره 380 ريال، يعني 19 درهم. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال 5 ديال الاطباق ديال الفطور، هادو كما كتشوفوا معنا ممكن تستعملوهم سواء الزيتون او المربى او العسل او زيت العود، يعني استعمالات متعدده. هادو كما قلنا خاصين بالفطور، وهاد الزبديات هادو راه كاينين 4، الاغطيه ديالهم من الخشب، السبوره ديالهم من الخشب، وهادو راه من البلاستيك، راه ماشي من الفخار، راه من البلاستيك. بالنسبه للثمن ديالهم هادو راه دايرين 1300 كما كتشوفوا معنا، يعني 65 درهم. كاين ايضا معنا واحد 3 ديال العلب، سواء ديال التوابل او ممكن تخزنوا فيهم اي حاجه، السبوره ديالهم او الحامل ديالهم، هادو راه من البلاستيك حتى هما، عندهم الاغطيه من الخشب والسبوره من الخشب. بالنسبه لهاد العلب هادو راه كل وحده كتهز لتر ونص، ممكن تستعملوها سواء تخبيو فيها لي بات او العطريه او اي حاجه. بالنسبه للثمن ديال هادو راه دايرين ثلاثة بيهم مع الباك هذا ديال 2000 ريال 100 درهم، او كيجيب هاد الالوان كما كتشوفوا. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال 3 ديال الادوات ديال الحمام كما كتشوفوا معنا، كاين هاد الموز ديال الصابون، وهذا اللي تحطو فيه الصابونيه، وهذا كتحطو فيه فرشاه ديال الاسنان والمعجون. بالنسبه لهذا راه كيجيب 4 ديال اللوينات كما كتشوف، هذا 4 ديال المربعات الصغيره، وهما راه من البلاستيك، كاملين من البلاستيك، والثمن ديالهم تقريبا 1300، يعني 65 درهم. كاين ايضا معنا واحد الموزع ديال الصابون خاص بالاسفنجه ديال المطبخ. ولا راكم متابعين معنا في القناه، احد البرودوي هذا راه كان داز في العروض ديال تركيا، راه مدار جابوه للمغرب، هذا راه عملي بزاف،
يعني غير كتضغطو على ديك البونجا راه كيطلع الصابون البونجا. بالنسبه لهذا راه داير 21 درهم، يعني 420 ريال. كاتبين هنايا دو بياس، ما عرفتش واش غتاخدو، يعني غيعطيوكم جوج بياسات بهاد الثمن او غير هادو يعني مكونين من جوج بياسات. المطلب من السيدات اللي خداو هاد البرودوي هذا يشاركونا واش جوج بياسات واش عملي او لا. كاين ايضا معنا واحد الرف ديال التخزين كما كتشوفوا معنا، هذا راه كيتعلق في الحيط. بالنسبة لهذا راه من البلاستيك، ممكن تحطو فيه المواد ديال التجميل او العناية كما كتشوفوا معنا هنايا في الصور في الحمام. بالنسبة لهذا راه كيجي بجوج الوان اللي كتشوفوا في هاد جوج مربعات، وراه واضحين حتى في هاد الصورة الصغيرة. الديمونسيون ديالو 22.5 × 13.30 × 12 سنتيم. وبالنسبة للثمن ديالو راه داير 900 دريال، 45 درهم. كاين ايضا معنا واحد المساحة ارضية بواحد الشكل جديد كما كتشوفوا معنا، هادي راه ممكن توصل لكم كاع القنات سواء تحت السدارية او تحت الفوتاي او تحت الثلاجة، المهم جميع المناطق اللي صعيبة باش نوصلوها. بالنسبة لهاد المساحة هادي راه كما كتشوفوا في الصورة كتصل بهاد الطريقة وكتفتح وكتخدموا بها بأريحية. نطلب من السيدات اللي جربوهم هاد النوع هذا يشاركونا التجربة ديالهم باش نستفدو جميعا وباش يفيدو السيدات اللي بغاو هاد ياخدوها. بالنسبة للثمن ديال هادي راه دايرة 120 درهم، يعني 2400 دريال، وهي في الشكل راه كتبان زوينة. كاين ايضا معنا واحد العربة ديال التخزين بعجلات، هادي موبيل ممكن تحركوها في اي منطقة. هادي نورمال مخصصة بالحمام، تحت راه ممكن تحطو في واط او الغسيل ديالكم، والفوق ممكن تحطو الادوات ديال الاستحمام، يعني ممكن تنقلوها سواء في الحمام او تخرجوها من الحمام بسهولة مع العجلات ديالها. بالنسبة للديمونسيون ديالها راه فيها 74 سنتيم في العلاوة على 52 × 35، وهي راه من البلاستيك، ودوك السيبورات راه من عصير انوكسيابل، يعني نورمالمون ما كيتصداوش بسهولة او ما كيتصداوش. وعندها 4 العجلات وكتجي بعدة الوان مبينين لها هنا لون واحد. بالنسبة للثمن ديال هادي راه دايرة 210 دراهم كما كتشوفوا معنا، يعني 4200 ريال، وكتبان عملية زوينة. نرجو من السيدات اللي جربوها يأكدوا لينا هاد الشي هذا، ومن السيدات اللي غياخدو أي منتج من هاد المنتوجات يشاركونا التجربة ديالهم. هذا هو المنتوج الأخير معنا متابعينا الكرام في هاد العرض هذا. ما فيها بس نراجعو العروض اللي دوزنا. كاين هاد العربة ديال التخزين بالعجلات دايرة 210 دراهم، 4200 ريال. كاين هاد المساحة الأرضية دايرة 120 درهم كما كتشوفو معنا. كاين هاد المجموعة ديال التلاتة ديال الأدوات ديال الحمام دايرين 65 درهم، 1300. كاين هاد الموزع ديال الصابون اللي كنا شتناه في العروض ديال تركيا داير 21 درهم. كاين هاد الرف ديال التخزين ديال الحمام داير 900 ريال. كاين هاد المجموعة ديال الأطباق ديال الفطور دايرين 1300 ريال. كاين هاد المجموعة ديال التلاتة ديال العلب مع حامل دايرين 2000 ريال. وكاين هاد الصفاية العجيبة دايرة 19 درهم، تقريبا 400 ريال. وأول منتوج كنا دوزنا راه هاد التيرموس هذا اللي كيهز نصف لتر داير 900 ريال. بالنسبة لهاد العروض متابعينا الكرام غتكون إن شاء الله يوم الجمعة 26 فبراير 2021، يعني الجمعة القادمة. وهاد العروض هادي إن شاء الله غادي تكون في جميع المحلات ديال بوسكورة وسيدي معروف المستقبل.
النسيم اللي ساسوا وضربوا عزة، وراه ممكن تتوفر حتى في بعض المدن بحال برشيد وسطات ومراكش، يعني المدن الجنوبية. هاد العروض كما قلنا غتكون ان شاء الله الجمعة القادمة. نتمنى نكون توفقت في الشرح. كاين فيديو اخر فيه عروض جهوية اخرى في عدة مدن ان شاء الله غندوزو هاد الليلة هادي. فابقوا معنا وابقوا متابعينا واشتركوا وفعلوا الجرس باش ما يفوتكم حتى عرض ان شاء الله، سواء العرض ديال اليوم او العروض القادمة. دمتم بخير متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.